الاثنين والاربع من كل اسبوع طول شهر فبراير الحالي يدخل اكثر من 40,000 طبيب من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة في اضراب جزئي، اعتراضا على عدم تطبيق الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية للمشروع الاصلي للكادر بشقيه المالي والاداري. معاد الاضراب زي منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء دعت قبل أيام من خلال برنامج مصر الجديدة جميع الأطباء إلى الإضراب الجزئي وطلبتهم بتقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجاناً. الإضراب الجزئي إحنا عايزين يرن جرس إنذار عالي. أولاً الإضراب الجزئي معناه أن المريض بيتوجه للاستقبال، كل اللي بيحتاجه كخدمة بيقدم ليه كخدمة طارئة وبالتالي بيقدم مجاناً. كما أكدت مينا أنه سيتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية يوضح للمرضى تاريخ بداية الإضراب ونهايته. بناشد زملائي الأطباء إحنا بنرسل رسالة بنوضح إحنا مضربين ليه. المضربين دول بيشيلوا لافتات عليها مطالبهم وبيقفوا قدام شباك التذاكر يقولوا للمريض اللي جاي أنت هتروح الاستقبال، لو حالة عاجلة لو حالة مش عاجلة يبقى هتيجي بكرة. في الوقت نفسه لن يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها بحسب كلام الأمين العام لنقابة الأطباء. إحنا عايزين مصر جديدة فيها اهتمام بالصحة وبمتلقي الخدمة الصحية وبمقدم الخدمة الصحية. ساعات قليلة تفصلنا عن أول يوم لإضراب الأطباء الجزئي، وبالتزامن معه دعا مجلس نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة مستجدات الكادر وسبل التصعيد، لكن يبقى موقف الحكومة، هل تقف مشاهد للإضراب حتى تبدأ النقابة في إضراب مفتوح أم تسارع الزمن للحاق بحل أزمة تؤثر بالسلب على ملايين المصريين؟ كريم الشيخ، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.